سيد اياد، شبك صرعت من تليفونات، شو بدك؟ قول مرحبا بالاول. مرحبا. قل لي شو بدك؟ امتى بدنا نطلع؟ انا قلت لك بس يزبط الموضوع انا بتصل فيك. لوراس، انا صار لي اسبوع قاعد هون، وبتعرف شو معناها القعده اسبوع هون؟ مصروف اللي رفقات بيومين تيسرت امورهم. لك يا حبيبي لو انه القصه بايدي لهلا سفرك وحطك باحلى كم بالمانيا. بس المشكله بهالايام الجندرمة التركي فتح عيونه علينا شوي والجو مكركب. الله يبشرك بالخير. ولأيمتى رح يضل مكركب؟ طول بالك شوي، الشباب شغالين على القصة. بحب طمنك إنه كل الأمور أوكي، إن شاء الله كم يوم بخبرك أنا. طيب سؤال تاني، هذا البلم قديش نسبة الخطورة فيه؟ لك يا إياد كم مرة بدك تسألني هذا السؤال؟ اتكل على الله وما بتلاقي حالك إلا بنص اليونان، نحن شغلنا غير كل الناس. شلون غير كل العالم؟ لك يعني ما راح نحمل ناس كتير بالبلم، وهذا البلم جديد والموتور جديد، يعني كله أمان بأمان. يعني بالمختصر رحلتك رح تكون 5 نجوم، شو بدك أحسن من هيك؟ كم ساعة المشوار؟ لك يا زلمة شغلة 3 ساعات بتكون بنص الجزيرة اليونانية. لا تكل هم أخي إياد، أنت موصي فيك أبو المجد، ونحن ما بنقدر نقصر معه بنوب. اقعد اشرب لك شي شغلة. مو بيناتنا، اشرب بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الشافي المعافي. بدك يا ربي بس ما نزلت الحاله. لك ما نزلت يا ربي، تخيلك الولد رح يروح من بين ايدي وعاد الله. لا ما بين، طولي بالك شوي وبيجي. لسا قدراني اطول بالي برايك؟ شلون بدي اطول بالي؟ لكن زلينا وتبهدلنا بيوتنا ونهدت فوقنا، شو لسا صفيان؟ لو الله قصف عمرنا من اول ما صارت كل هالقصص كنا ما شفنا كل هالشوفات هي. لك هذا شبك؟ شو صار لك؟ طول عمرك قوية وقد حالك؟ قوية؟ قوية شو؟ يلي عم يصير معنا جبال ما بتتحملوا. لك نحن بشر بالاخير، بشر بشر. هاتي هاتي عنك. لا لا خليني معي، الله يسوقك يا حادي. تأخرت. كيف حالك؟ بسرعة. أعطيها بسرعة. هاتي عنك. شو العيال؟ تبع شو العيال؟ أنا بألف خير من الله بي، إيه والله ما في، يعني الأمور كلها بخير الحمد لله، بس عم بستنى موعد للدكتور. عم حاكيك من ريسبشن أبي، من ريسبشن، إيه، قاعد عم بشرب قهوة. الناس بالأوتيل هون كتير ظراف ما في منهم، إيه والله. لو الضغط والسكري عم باخده أبي، عم باخده. هون بالأوتيل عم يذكروني موعد الدواء، إيه والله. لا أبي طمن طمن، أنا بألف خير من الله. أهلين أبي أهلين، ما بطلعكم إلا على مأمن الله وكيلك. الله معك أبي، الله معك، مع السلامة، مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التليفون ذكرني بالدواء والله. شرف عمي شرف. الله يسلم بدي هدخل على اختي نكرت البياض وما بيكفوا. كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك، الله يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، خليها معك عمي، خليها معك.
عود عود يا ابني عود 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 شري عود. ما بدي احرجك بس ما تكون ناظر حدا بالريسبشن هون. لك سلامتك عمي سلامتك. عود يا ابني عود عود الله يرضى عليك. اهلا وسهلا فيك. ألف الحمد لله نزلت الحرارة. كرمال الله لا تتضايق، ما بعرف شو صار لي عالصبت وخفت على الولد. ولا يهمك يا قلبي، كلنا متوترين ومعصبين هلا. يا ريتني بس معصبي، انا خايفه عادي، خايفه مرات بتطلع بحالي هيك بقول شو جابني لهون، شو عم ساوي هون، ليش تركت الشام. كل ما عم يقرب موعد السفر عم يعس قلبي اكثر، مشان الله يا عادل فهمني شو عم يصير، ليش عم يصير معنا كل هاد؟ مو شو مو شو من قلبي. أنا بدي مين يفهمني، أنا بدي مين يوعيني، شو بدنا نعمل؟ كلنا هيك، لا عارفين شو بدنا نساوي ولا عارفين وين بدنا نروح، عم نخبط من حيط لحيط. تخلص إلا ما تخلص. أحسن شي تبكي، ابكي بترتاحي. يا ريت أنا فيني ابكي، يمكن تمسحت. لك خلصنا بقى أنت وياها، لك شو صار لكم؟ شبكن؟ لك نحن بدنا نعيش، وإذا بكرة حيربى بيناتكم ويروح على المدرسة ويتعلم ويفوت على الجامعة ويتخرج، وبحفلة التخرج رح نكون نحن ثلاثة عم نزقف له. لك انتو اثنين بكره رح تجوزوني، خطيبي رح يطلبني منك يا عادل، وانتي رح تطلقيني بعرسي لك ردوشة. لك بكره قلنا بكره احلى يا رب. عمي يا ابو وليد انت منين؟ من الجنينة. لا مو هيك قصدي، ما اعرف شو قصدك، مين انا من الشام وين بدك تنسى، وين بتروح بتصير قرنتك محل ما لك قاعد، وانا ما بدي اتذكر، ما بدي اتذكر انا منين. بس مو سهل بنوب انك تنسى تاريخك وذكرياتك وبلدك واهلك وناسك وترابك والهواء اللي عم تتنفسه. بالنهايه نحن عم نحكي عن وطن. بس بدي اتناسى مشان ما انجريت، مشان ما انجريت، مشان اولادي بدي اتناسى. سلا يا حسرتي علينا، صار وطننا الجنيني، شو طالع بيدنا نساوي؟ اه شو طالع بيدنا نساوي؟ الله يرحم اللي قال وطنك حيث تطا قدماك، وانتمائك لشنطتك الصغيرة. لا عمي لا، وطنك اللي بتكون آمن فيه. طيب ممكن أسألك سؤال؟ تفضل. يعني واحد بعمرك وعنده ولاد، لا تكمل الله يرضى عليك، لا تكمل لا تكمل. أنا ما كان قدامي إلا حلين، يا أما خلي ولادي يسافروا ويهاجروا وأقعد أستنى خبر وصولهم، يا أما خبر غرقهم بالبحر، يا أما سافر أنا. وهذا كان الوجع علي،
اني اغرق وموت ولادي ضلوا سامين. عرفت شلون؟ لانه انا شفت اخي، شفت الدنيا وعشتها. ولادي شو شافوا من حياتهم؟ لك ما شافوا شيء، لك ما فتحوا عيونهم الا شافوا الحرب والدم يا رجل. فقلت لحالي بايس بحالي وبطلع، واذا الله قدرني بعمل له شبل، وان شاء الله يصير هيك يا رب يا رب يا رب يدخلك، مالي غير. ان شاء الله بتوصل بخير وسلامه وبتجتمع فيه بخير وسلامه. وانت كمان يا ابني الله ييسر لك طريقك ويوفقك يا رب، لانك تستاهل كل خير. باين عليك انسان طيب. يا عم يا بوليد، ما حلوه قاعدين هيك بالريسبشن ما طلبنا شيء. شو رايك نحكي مع الروم سيرفيس يجيبوا لنا فنجانين قهوه؟ ونزلت. اخ الله يرضى عليك. هلا بنشوف لنا شيء قرنا نقعد فيها بنشرب لنا فنجان قهوه. تكرم عيونك. روحي ليش ما عم تحكي؟ شو بدي احكي؟ اي شيء، قولي بدك اياه. شو بعبي هوا يعني؟ عبي هوا. يا دخيلة الضحكة أنا، حدا عنده هي الضحكة قبل ساعتين؟ أنا مستغربة عن جد إنه أنت كيف قدران تضحك بهيك ظروف. وليش حتى ما أضحك؟ رامي، إذا سألتك سؤال بتجاوبني عليه بصراحة؟ طبعاً. أنت مو خايف؟ لا ماني خايف، وحتى زيدك بالشعر بيت أنا متفائل كتير. بتصدقيني؟ بصدقك. ليش لحتى ما صدقك؟ بس شو الشي اللي مخليك متفائل هالقد؟ بداية جديدة، الحلم اللي ناطرنا حتى نحققه. روحي أنا حاسس أنا وياكي رح نولد ببلد جديد بحب الناس، بحب حقوقهم، بحب حريتهم. على القليلة منعيش أنا وياكي مبسوطين. هذا الشيء ما بيمنع أنه يعني الروح على ألمانيا صعبة، بس روحي هاي القصة يعني بتستاهل التضحية. هاي أوروبا، بتعرف شو يعني أوروبا؟ أوروبا. بتعرف شو الفرق بيني وبينك؟ هاتي لشوف. أني أنا مسافرة لحتى أرجع أحس بالأمان، لأرجع أعيش بشكل طبيعي، أحس أني بشر، مو بس رقم بيطلع على التلفزيون بخبر عاجل. بس أنت طالع عم تدور على نمط حياة جديد، ومعك حق، أوروبا جذابة. أنت مين قالك أنه أنا ممكن أنجذب لشي بالكون غيرك؟ حبيبتي أنا لو بدي هذا الشي كنت رحت لحالي، بس أنا هذا الحلم بدي إياه معك أنا وياكي لحالنا. يعني ما ممكن أنه أنا عم دور على مكان أقل شيء أعيش فيه مثل ما بدي أنا. أي يمكن. روحي شيليني من هالقصص. هلا في شاب هون قال لي إنه في بار برا بشب، بس لخلنا شبطين أنا وياكي. بار يا رامي، بار. قوم وصلني على الأوتيل، وإذا بدك رجع لعند رفقاتك، بس بترجع بتنام. بتنام. يعني هلا ما خرج نروح نشرب لنا كاس مع الشباب؟ خلصنا بقى رامي. حاضرين. بس هي قصة النوم بدك تنسي لي اياها بألمانيا، بدنا نسهر، بدنا نروح، بدنا نعمل كل شيء بالكون. اوكي. موشي. يا اسمار بشام. يلا كملك. ما حبيتها. صفر. انت سوري ما هيك؟ اي سوري. سبحان الله، الدم بيحن. مريني خالي. بدي اياك تساعدني. ايه تكرم عينك. لا لا لا، انا ما بدي مصاري، معي مصاري، انا بدي ابني. ليش وينه ابنك؟ طلع من شي شهر على ازمير وانقطعت اخباره. قلت له يا ابني الله يرضى عليك لا تروح، لا تسافر، لا تتركني أنا وأبوك لحالنا. ما سمع مني، حمل حاله وراح. طيب أنت متأكدة أنه طلع من سوريا ووصل على إزمير؟ إيه لكان، حكى معنا على الموبايل وقال لي يا أمي أنا صرت بإزمير، بعدين ما عاد اتصل. شوف صورته، شوف شبوبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وأنا شو بيطلع بإيدي ساعدك؟ خلي الصورة معك، وهي رقمنا مكتوب هون، بركي صار معك شي، بركي لقيته، بركي. طيب وقت حكاكي ما قدرت تفهمي منه عنده رفقات هون، مع مين نازل، مين اللي بده يهربه؟ لا والله ما قال لي.
شاء الله بتطمني عليه وبتجتمعي فيه عن قريب. إن شاء الله. أمي اسمع مني. مريني. لا تسافر وتترك أمك وتترك أهلك وناسك وتترك بلدك، وبعدين يلي ربك كاتبه بده يصير. يسألك هلا انت بتعرف الماني ولا رايح هيك طم غم يعني ما بتعرف شيء؟ هلا خلينا نوصل بالاول وبعدين نتعلم. ايه وهني كيف بدك تحكي؟ فرض حالك بدك تاكل، شو بدك تقول له؟ ايه بعرف لي كم كلمه انجليزي، بدبر حالي. ما بينفع، ولك الالمان ما بيحكوا الا الماني. فرض حالك جعت، انت بتحب اللحمه اكثر ولا الدجاج؟ والله ماني جوعان هلا عم يا ابو نور، ماني جوعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين عم يدبخ على الأكل؟ عم بسألك بتحب اللحمة أكثر ولا الدجاج؟ لحم. لحظة لك لحظة، إذا بدك تطلب لحمة مثلا، لحمة 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 شينكين. شو؟ عيدة وراي، شينكين. شينكين؟ إيوة لحمة. بعدين قيسة. شو هيبا؟ قيسة يعني جبنة. بتحب مع الجبنة البندورة؟ هي بحب البندورة مع الجبنة. هاي سهلة عليك، لا تأكل همها. توماتا. توماتا. رجع سمعني على شو؟ توماتا. مظبوط. أما إذا بدك تروح على هولندا، بركي غيرت رأيك مثلا وقررت أنك تروح على هولندا. اسمع لك، مرحبا يا شباب. اهلا وسهلا. شوفوا لي هالصوره، مرق عليكم هالوش بشي مطرح بشي قرني بشي قهوه بشي شارع؟ لا والله يا خالي ما بنعرف. خالي بلغتي عنه شيء؟ اي والله بلغت عنه هون بأزمير، وقالوا لي ما بيعرفوا شيء. طيب خالي نحن بنحط صورته على الفيسبوك، واكيد حدا برفقاته رح يشوف الصوره. كتر خيركم كتر خيركم. شو انتو كلكم مسافرين؟ اي والله يا خالي اذا الله راد. ما شاء الله عليكم شباب بتاخذوا العقل. لوين رايحين وتاركين بلدكم، تاركين امهاتكم وناسكم واهليكم؟ والله يا خالي خلص مشي الحال، الحكي هلا ما بقى يفيد. لا بيفيد، لساتكم على البر، لساتكم جوا وبتقدروا ترجعوا. ليش لحتى ما ترجعوا؟ من شو خايفين؟ من الموت؟ لك انتو تاركين موت ورايحين لموت تاني، تاركين أهر ورايحين لأهر تاني. والله والله سمك البحر شبع من لحمكم، وحوش البراري حفظت ريحة دمكم. خالي بشان الله خلاص، وسيدك خلاص. لك يا عمي ما هنغاريا هي نفس المجال. والله العظيم بعرف، بعرف انه نفسها. ولك حاجة تقلي بعرف. بعدين بدي نبهكم على شغلة، اذا بدو يبصموكم اقعدوا بصموها، لو بيكسروا اصابيعكم اقعدوا بصموه. واذا بصمنا شو بصير؟ شو بصير؟ بيخلوك عندهم بهنغاريا وبتبطلوا تقدروا تروحوا على المانيا. هدول فايتين باتفاقية دبلين. تعرف شو هي اتفاقية دبلين؟ لك عم شوي دبلين، انا سايكس بيكو لو ما اعطوني اياها بالمدرسة ما بعرفها. وانت لوين رايح؟ انا والله يا المانيا يا سويد. لك شو بدك بالسويد؟ خليك بالمانيا. عم يعطوا 370 يورو بالشهر وثلاث وجبات، والفطور بيعطوك كمان معهم عسل. لك بالسويد ما في عسل. لك يا عمو ليش انا طالع مشان وجبة الاكل ومشان العسل؟ يلي بدكم اياه. بتعرف تحكي سويدي؟ والله شب بياخذ لعل. الله يجمعك فيه عن قريب. امين. الله يسمع منك. وانت كمان بدك تسافر معه؟ اي والله انا كمان بدي اسافر، بس لحالي مو معك. يي ولي علي عليك يا اخي، ليش بدك تعمل بحالك هيك؟ انت خرج المرمطه،
خرج الشقة والتعتير، خرج هيك طلعة بالبحر. خليه لربك أحسن شيء، نحن سلمنا أمرنا لله. كان فيكن تسلموا أمركن لله ببلدكن مو بالغربة. بلدنا بعدين نوراس. لا جاهزين، نص ساعة نكون عندك. يلا غادة قومي في فيقي سوسن، نص ساعة لازم نكون على نوراس. حكى معي هلا. معنا من الساعة للسفر. يلا قومي، شبكي اجتك الجمدة مو محل وقت. يلا تحركي. أول ما بتحط رجلك بألمانيا من هون بتفتح محل فول وحمص، لأنه الفول وحمص أكتر شيء هلأ ماشيين بألمانيا. بيخلونا نفتح محل هني؟ ولك أخي أنا بفهمك شو تعمل، المهم إنك تعمل محل وين؟ بهانوفر. مو وين ما كان، تروح لي على ميونخ على برلين، كل عرب وسوريين عديم الله بتمشي كأنك ماشي بسوق الحميدية. أوف، لهالدرجة انعجيت؟ عجيت لهالدرجة. عليم الله فريق الفوتبول تبع ألمانيا حيصير كله سوريين. خد مني بعد 5 سنين إذا مو مولر وبولر وكلياتهم بيقعدوا على الخط ونص المنتخب الألماني سوريين. إيش صار لك هو؟ صار لي منيح، في شيء 3 سنين. وما بدك تسافر؟ وين بدي سافر؟ والسوريين اللي عم يجوا لهون مين بده يعلمهم كيف يعيشوا بأوروبا؟ ايوه. هلا انت بتعرف ألماني؟ منين لوين يا رجل؟ ما بعرف فكر حرف. انا ما بتعرف؟ لحظة. انت شو بتحب تاكل؟ لحمة ولا فراريج؟ والله ما بعرف، باكل لحمة ماشي الحال. رامي أنا بحبك. لك أنا بموت عليك. ولحين نحب بعض أكثر بألمانيا. يلا دخلنا. وغادة جاهزين؟ يلا. بس بدك مونتوي. قضيت المصاري والأوراق وكل شيء؟ كله جاهز حبيبي. عادل؟ إيه؟ تصدق انه احلى شيء بعمري صار معي اني تجوزتك. وحياتك بكره بس نوصل بسكنك باحلى بيت بالمانيا. وين ما كنت انا وياك هو الاحلى. طب يلا يلا خفوها خفوها. ايه لا لا ابي، لا تفيقوا لا تفيقوا. ايه ابي اكيد اول ما بدي اطلع رح طمنكم. معقول ما طمنكم لك ابي؟ والله أنا كل الوقت قلقان عليكم. لا 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 أعوذ بالله، شو عم بسحب الضغط؟ كل دوايب بوقته عم باخده. إيه والله وحياة عيونك يا أبي. سلم لي على الجميع كلهم أبي. إيه الله يرضى عليك. لا لا بدي سلامتك والله. الله معك أبي، الله معك، مع السلامة، مع السلامة يا أبي. مو مخبروا إنك طالع؟ ليش إذا خبرتهم بيخلوني أطلع؟ قلت لهم طالع اعمل عملية بتركيا عن طريق واحد صاحبي. وصدقوك؟ ايه صدقوني. مثل ما بيصدقوا كل شيء عم يصير بالبلد وما بيتصدق بنوب. شو؟ شافك ما حكيت مع حدا؟ مثل مين؟ ما بدك تحكي مع اهلك؟ لا عمي، انا اهلي معي لحظة بلحظة وعم يتطمنوا علي. الله يسلم لك يا رب. شرف. شرف شرف شرف. الله يسلم لك ياهم جميع ويرجع كلهم بالسلامة يا رب. نوراس جبت عملات وشنا؟ شو فقست طلعة؟ لسه في راكبين ما وصلوا.
شبك مستعجل؟ استنى شوي. أهليكو. مساء الخير. أهلين مساء النور. يلا تفضلوا اطلعوا، تأخرنا. لحظة أخي، لوين ما نتفضل؟ على السيارة. لوين بدك تطلع يعني؟ دخلك طويل مشوار بالسيارة؟ شي ساعة ونص. بس مو هذا الاتفاق، الاتفاق نطلع فان مو بيكا. والله هذا اللي تيسر معنا. مشيها هلا كلها ساعة ونص بالسيارة، مرة تانية منجيب لك ليموزين. أنا بيكاب ما رح أطلع أمشي. رامي أنا دافع مصاري حبيبتي، شو أطلع بيكاب ومسخرة؟ مشونا يا جماعة، خلينا نتيسر، والله تعبنا من الوقفة. فهموا لسعادة السفير يلي جاي معكم. في مجال بلا مسخرة؟ انتبه على حالك ها، أوعك تغلط معي. رامي خلصنا مشان الله، خلينا نمشي. ألو. ايه يلا جاهزين، يلا فورا، يلا حرك حالك، يلا تفضلوا اذا بتريدوا. يلا شو عم تستنى يا عمي؟ تفضل اطلع. يلا شوي وعم سرعة فيدي بالله من نجس. ما معنا وقت، ساعدوه بس لو تخيار ساعدوه. يلا راح. يلا لسه وينكم؟ تفضلوا عندي لهون، تفضلوا سلوا. يلا اسمعوني منيح يا جماعة، بدنا نكمل مشي للنقطة يلي بدنا نطلع منها. ماشي؟ كمان مشي يعني؟ قديش بدنا نمشي تقريبا؟ والله حسب همتكم، بين الساعتين وثلاث ساعات. مو على اساس المشوار كله ساعة ونص؟ ساعة ونص بالسيارة، بس حضرتك ما سألتني عن المشي. يعني ليش السيارة ما بتوصل لمحل مرايحين؟ لا أخي ما بتوصل. هلأ المهم إنه نمشي ورا بعض، وما في داعي نطلع ضجة بلا ما الجندرمة تشتلق علينا. وبتعملوا موبايلاتكم على الصامت. يلا الحقوني. ما تقلقي، نحن رح نساعدك بالولد. عملوا موبايلاتكم صامت.
جماعة، هاي مثل ما شايفين كل شيء جاهز، بلم جديد والموتور جديد، معبى بنزين. يلا بس قبل ما تطلعوا حاسبوني، بيان على كل واحد $1,000. وانت شبك ليش خايف؟ اه لا ولا شيء، بس بردان شوي. شد حيلك يا زلمه، لسه المشوار باوله. ايه يا شباب، مين بده يسوق البلم؟ شو؟ انو بلم؟ شو؟ شلون يعني مين بده يسوقه؟ ليش انت مو طالع معنا؟ يا جماعه روقوا شوي لحتى نفهم شو بدنا نساوي. لا يا شباب، انا ما راح اطلع معكم، لازم واحد منكم هو اللي يسوق البلم. طيب اذا ما بدك تطلع انت، بعت حدا من جماعتك. ما بقدر ابعت حدا، لانه هذا البلم رح يضل هنيك. معلم بس انت ما قلت لنا هذا الحكي. مزبوط. ايه بس انتو ما سالتوا. مو مشكلتي، هي مشكلتكم. روحوا سالوا كل يلي هاجروا قبلكم. يلا. احكي لك يا اخي، احنا مالنا غير الله وغيرك هلا، مشان الله هات ايدك لموسى لا تتركنا. عادل احكي لك كلمه. شو بدي احكي؟ مو شايفتي؟ يا جماعه اختصروا على حالكم الحكي والوقت. لا عمي اذا ما في شوفير انا ماني طالع. طيب شو هدي بوسى معنا شو عم يحكي؟ والله انا ما عم بفهم ليش انتو خايفين. هذا بلم مطاط ويلي بده يسوقه بيتعلم 5 دقائق عليه. ما فيها شيء الشغله، شو بكون؟ لك اخي الشغله بدها خبره. بركي صار معنا شيء نحن بنص البحر، شلون بدنا نتصرف؟ باذن الله ما بيصير معكم شيء. خلصوني هلا، عم تضيعوا وقتكم على الفاضي. ها يا جماعه عليكم البحر قديش هادي. هاي الفرصة ما حصح لكم مرة تانية. أخي أنا ما بدي أطلع، بطلت كذا طلعة. خلونا خلونا، شو الشغلة لعبة؟ أخي عمل لك بطلت الطلعة، خلاص بطلت السفرة كلها. شباك الظاهر أنت بدك تموت هون. أنت بدك تموت هون؟ أعطوني مكان. شباك يا عمي بدك تمسكوه يا جماعة، امسكوه. تعالوا ولا لا؟ هلا كومك هون فهمان ولا لا؟ ها؟ بقتلك بأرضك، نحن مالنا أولاد صغار. ما نلعب؟ كلام للجميع، كم ديورتي تسمع؟ ممنوع الانسحاب، ممنوع. هلا بعد ما عرفتوا موقعنا بركي شي واحد منكم راح بلغ عنا. قدامكم حلين بس، يا بتطلعوا بالبرم يا بتموتوا كلكم هون. انت مين فكر حالك؟ خلاص ولا حيوان، ما بدي اسمع منك ولا حربعه. اخي لك يا حبي، شو بدنا نساوي؟ أنا لو بعرف كنت سقته والله، بس ما بعرف. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا معكم 3 دقايق بس لحتى تقرروا. يلا أنا اللي رح سوق. شو تسوقي ما تسوقي؟ أنت سباحة ما بتعرفي تسبحي، بدك تسوقي؟ خلص أنا اللي رح سوق، وين اللي بده يعلمني؟ الحلوة اللي مثلك ما خلقت لهيك شغلات. النعومة هاي، النعومة تبع الايدين هاي، حرام تنزل بالبحر. ايدك على ولا؟ هذا كلام اللي له حيوان؟ لك بدك قوس قوس. بكفي متاجرة فينا بقى، بكفي. أنا ما عاد فارق معي. لحظة شو هاد؟ قسما بالله لو ما كنت من طرف واحد صاحبي لفضيت المسدس براسك يا كلب. لك أنتوا شو مفكرين حالكم ها؟ سواح؟ بشر؟ بني آدمين؟ أنا شايف من أمثالكم كثيرة، كلكم تحت رحمتي، بتموتوا هون وما حدا بيقدر فيكم، واحدكم حقه رصاصة بس. ها يلا حركوا حالكم، خلصوا 3 دقايق. أنا رح سوق الزفت، مين بده يعلمني؟ قران خذوا علمه.
يلا روحوا البسوا ستر النجاة. يلا سعيد سعيد سامحني يا نور عيوني اللي بشوف فيه. هالبلد دقت علينا وما ضلنا فيها محل. الطريق اللي رايحين فيه طويل وبعيد، بس احنا رايحين كرمالك، كرمالك انت يا ابني يا عمري. عيش يكون لك بيت. ما بعرف إذا كنا اخترنا لك الطريق الصح ولا لا. اللي بعرفه إنه هذا كل شيء قدرت عليه. وبس تكبر رح تعرف معنى ليش هيك عملنا يا أمي. سامحني يا عمري، أنا هربتك من الموت، الموت اللي ما عم يفرق بين الكبير والصغير. هربتك لتعيش يا أمي، لتعيش وبس تقبلني. دخيلك يا الله حمينا، ما ضلنا غيرك يا الله يا الله.